مرحبا أصدقائي، وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة للتخلص نهائيا من الكلف على البشرة، البقع الداكنة. أيضا تعمل هذه الوصفة على تبييض وتفتيح لون البشرة، تعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه، ستصبح البشرة ناعمة وبيضاء وصافية. مكونات هذه الوصفة بسيطة جدا. سنحتاج أولا إلى الحمص بهذا الشكل، نقوم بطحنه ناعم جدا أو نشتريه مطحون ناعم بهذه الطريقة. نضع ملعقتين كبيرتين، ثم سنحتاج أيضا إلى نصف حبة طماطم. نقوم ببشرها ناعمة. نضع ملعقتين كبيرتين من مبشور الطماطم. نضيف ملعقة صغيرة من العسل. ونخلط جيدا. رجاء أتمنى منكم دعمي بلايك وشير وسبسكرايب للفيديو. طلب صغير منكم، أرجو أن تساعدوني في اللايك. نضيف ملعقة صغيرة أيضا من زيت اللوز الحلو. هذه الوصفة مضمونة جدا، جربوها وستلاحظون النتائج من الاستعمالات الأولى. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الحليب السائل. نخلط جيدا المكونات حتى تتجانس مع بعض. أصبح القناع جاهز. يوزع هذا القناع على بشرة نظيفة. ننظف البشرة جيدا قبل استعمال القناع. نتركه نصف ساعة ثم نغسله بماء دافئ وبعدها بارد.
يكرر 3 مرات في الأسبوع. نأتي إلى الوصفة الثانية. نضع ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحمص. نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكركم. ملعقة صغيرة من العسل. ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي. ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. رجاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. يستعمل هذا القناع بنفس طريقة القناع الأول.